درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر وجد نبيل من قناة دروس ببلاش، فابقوا معنا. فيديو اليوم لطلاب أولى إعدادي، وهو عبارة عن شرح وحل تدريبات الوحدة السابعة، الدرسين الخامس والسادس. Unit 7 Lessons 5 and 6. How was your weekend؟ كيف كانت نهاية عطلة الأسبوع؟ ولكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو، أكيد أنت دلوقتي مشترك معنا في جروب أولى إعدادي دروس ببلاش كل المواد على الفيسبوك، هسيب لك الرابط في صندوق الوصف. كان 2 فيديوز قبل كده خاصين بشرح درسين، الأول والثاني فيديو، والثالث والرابع فيديو. طبعا في كل فيديو بنستعرض الكلمات، نقرأها جيدا، وجزء ريدنج، وكل الحاجات دي بنحل عليها تدريبات كثيرة. طبعا اللي متابع في كتاب المعاصر، طبعا أنا بسيب رقم الصفحة هنا اهو، صفحة بيج 40، صفحة 40. نبدأ نقرأ الكلمات مع بعض يا مستر وجدي. كي فوكابولري، طبعا الموضوع ده هي المفردات. كي فوكابولري، المفردات الأكثر أهمية المطلوب من الطالب إتقانها. خلي بالك لازم تعرف الكلمات دي كويس جدا. عندي great or fantastic يعني رائع. طبعا أنا ممكن ما أقراش الكلمات اللغة العربية، ولكن أنا يهمني قراءة اللغة الإنجليزية. عندي terrible، terrible طبعا دي adjective. عندي سيوا، سيوا اللي هي واحد سيوا. عندي concert، concert يعني concert يعني اللي هي ايه، حفلة موسيقية. عندي olives زيتون، olive oil اللي هو زيت الزيتون. عندي theater سهلة دي. peppers، peppers يعني فلفل. خلي بالك فرق بين pepper اللي هي فلفل or peppers و paper، paper يعني ورقة. عندي feelings، feelings طبعا هنا ايه، n يعني noun يعني مشاعر. عندي hopes يعني امال، hope يأمل يتمنى اذا كان verb. عندي thoughts، thoughts th th sound يعني افكار. عندي order يعني ترتيب. عندي include يعني يشمل او يتضمن، دي خدناها في الترم الاول. عندي emotion يعني عاطفة او انفعال. ما زلنا مستمرين في page 40 صفحة 40 كتاب المعاصر. نيجي كلمات lesson 5. عندي person، person يعني شخص، وجمعها persons او people. عندي contrast يعني تناقض. عندي happen يعني يحدث. عندي writer يعني كاتب، ولغاية هنا write يعني يكتب. writing اللي عملية الكتابة نفسها. عندي kind إذا كانت n noun يعني نوع، إذا كانت adverb اللي هي ايه or adjective يعني ايه، طبعا دي adjective يعني صفة، خلي بالك يا kind يعني عطوف. عندي really يعني حقا. بعد كده عندي كلمات الدرس السادس. عندي writing tips، writing tips يعني نصائح أو إرشادات الكتابة زي advice كده يعني. عندي طبعا full stop يعني نقطة. عندي exclamation mark علامة تعجب، كلمات مهمة لازم أعرفها. عندي interesting يعني شيق أو رائع. surprising يعني مدهش. عندي windy يعني عاصف، خلي بالك دي صفة، لأن wind لوحدها يعني جو أو الرياح نفسها wind، لكن إضافة why لبعض الصفات تجعلها صفة، خلي بالك زي sun، sunny، windy، wind، windy وهكذا. عندي لابتوب، طبعا خدناها في يونت 4 الترم اللي فات. لابتوب يعني كمبيوتر محمول. عندي بيبي براذر يعني اخ رضيع. عندي ماث هومورك، واجبات رياضي، واجبات، واجب الرياضيات المنزلي. عندي ريسبوند يعني يرد او يستجيب، خلي بالك الاي دي هنا يعني الفعل الماضي بتاعها ريسبوندد، طبعا هنا في يعني فيرب. بعد كده تراي يعني يحاول او يجرب، على حسب ايه معناها ايه او على حسب وجودها في الجمله. ننتقل لبيج 41. عندي باربيكيو خدناها في سنه 6، خلي بالك حفل شواء. عندي جورني يعني رحله، طبعا ان يعني ناون. عندي تايرد طبعا صفه دي متعب. عندي بلان، بلان يعني يخطط، الماضي بتاعها بلان طبعا اذا كانت فيرب، وبعد كده اذا كانت ناون فهي خطه او خطه بمعنى صح. عندي دودلز يعني شخبطه او رسومات بسيطه. عندي اوبينيون يعني راي او وجهه نظر. نيجي لجزئية مهمة هي conjugation of irregular verbs اللي هي تصريف الأفعال غير المنتظمة. تصريف الأفعال غير المنتظمة يعني إيه؟ يعني الفعل الماضي ليس بإضافة إيدي، لأن الأفعال الماضي بتاعها اللي بإضافة إيدي فهو فعل منتظم. الغير منتظم هو الفعل الماضي بتاعه ليس بإضافة إيدي. والتصريف الثالث اللي هو الجزئية دي اللي احنا مش محتاجينها دلوقتي برضو، بس أنا نعرفها، ممكن
اللي هي ليست بإضافة إيه؟ إي دي. هنشوف مع بعض. طبعا أنا هقرأ لك الكلمات. عندي هنا present وبعد كده past, past continuous, past participle. هنا هقرأ لك الكلمات فقط باللغة الإنجليزية. already الكلمات باللغة العربية مكتوبة. عندي wake up, woke up, woken up. عندي lose, يفقد أو يخسر. lost, lost. أحيانا يكون الماضي زي التصريف الثالث أحيانا. show, showed, shown. understand, understood, understood. طبعا الجزئية دي برضو بيج 41 كتابي المعاصر. نيجي للجزئية المهمة برضو، طلبة كتير قالوا ان انا اقراها، اقرا الكلمات كلها. عندي words and opposites، كلمات وعكسها. عندي word الكلمة، عندي opposite العكس. واحد يسألني يا مستر وجدي فايدة الجزئية دي ايه؟ انا هقول لك. عندي مثلا great or fantastic، يعني رائع او عظيم، عكسها terrible. عندي loud، loud يعني عالي بصوت ايه عال عالي، دي صفة طبعا. عندي quiet اللي هي ايه هادئ، تمام كده. طيب عندي beautiful عكسها ugly. خلي بالك ايه اهميتها. ممكن اقول لك في الامتحان او يجي لك في الامتحان يقول لك beautiful is the opposite of كذا، كلمة beautiful عكس كلمة كذا، يفتح قوس يكتب لك اربع كلمات او اربع صفات، انت طبعا هتقول ايه ugly وهكذا. بعد كده study these definitions، ادرس هذه التعريفات. طبعا هي تعريف واحد موجود. عندي windy، خلي بالك windy يعني عاصف، خلي بالك دي صفة. windy when the wind blows، the weather is windy، لما اللي عندما تهب الرياح الجو بيبقى ايه عاصف كده وفيه تراب كتير، ده بنقول عليه جو ايه windy او جو ايه عاصف. طبعا ده page 41. ننتقل لجزء reading. طبعا مهم جدا جزء reading، وان كان طويل شوية هو ده اللي بيخلي الفيديو شويه الى حد ما طويل، ولكن انا ممكن ايه ما اقراش جزء ريدنج واخليك تقراه لوحدك، ولكن احنا هنقراه ما فيش مشكله. عندي جزئيه ريدنج اون ليسن 6 اس بي بيج 10 صفحه 10. عندي هنا داليا's دايري، يعني يوميات، يوم من يوميات ايه داليا. عندي سانداي 13 اوغست، 13 من اوغست. Today was a terrible day. خلي بالك احنا اتكلمنا في الباست سامبل، الماضي البسيط كل الواحدة دي. طبعا هنا was الماضي من ايه am او is، خلي بالك today is طبعا مضارع. Today was كان، يعني اليوم كان a terrible day. طبعا وهنا مكتوبة او مترجمة الحاجات دي هنا يوم سيء. ايه اللي حصل؟ طبعا today was a terrible day. My baby brother، اخويا الصغير، woke me up at 5 a.m. الساعة 5 الصبح. وخسارة الساعة 5 الصبح ليه؟ بدري قوي كده. I'm so tired now. أنا تعبانة جدا دلوقتي. I went to the kitchen. أنا رحت للمطبخ for breakfast، لتناول وجبة الإفطار. But we had no milk or bread. ما كانش عندنا ولا لبن ولا عيش. So لذلك mom asked me to go to the shop but it was closed. يعني ماما طلبت مني ان انا اروح المحل اشتري حاجات يعني. but it was closed، خلي بالك closed هنا مغلق اللي هو ايه اللي هو المحل. because it was only 6:30 a.m. طبعا كان لسه مازال الايه الدنيا 6 ونص صباحا، يعني المحلات لسه ما فتحتش. then I tried to do my math homework، يعني حاولت ان انا ايه اعمل او اؤدي او اعمل واجب الرياضيات بتاعي. But I lost all my work. أنا ضاع مني كل الشغل. Because my laptop stopped working. اللابتوب بطل يشتغل، توقف عن العمل. Although يعني للرغم من. We planned to have a barbecue. إن إحنا كنا مخططين إن إحنا يكون عندنا أو نعمل حفل شواء. خلي بالك هنا have عشان هتيجي في الاختيارات بعد شوية. In the afternoon it was very windy. It was very windy. كان الجو عاصفاً. We could not have it. We could not have it. ما قدرناش نعمل الحفلة دي. I hope. أنا أأمل. يعني أتمنى. Tomorrow is a better day. Tomorrow بكرة يكون يوم إيه؟ يوم أفضل. ننتقل لجزئية. طبعا الجزئية دي اللي فاتت كانت page 43 صفحة 43. برضو ما زلنا في صفحة 43 كتاب المعاصر. عندي جزئية reading تانية. On lesson 6 WE page 75. Saturday 30th of July، يعني 30 من يوليو، 30 شهر 7. Today was a fantastic day، يعني أكيد يوم وحش يوم حلو، يعني مش كل أيام وحشة يعني. النهاردة إن شاء الله. Today was اليوم كان يوما رائعا. First في البداية أول حاجة I got up at 5 a.m.
صحيت الساعة 5 صباحا and I had breakfast. تناولت إفطاري. Then I got in the car. ركبت العربية with my family مع عائلتي and we drove to Siwa. We drove to Siwa يعني إيه أخذنا رحلة إلى سيوة. Although it was a very long journey على الرغم من أنها كانت رحلة طويلة جدا I enjoyed reading my favorite book in the car يعني استمتعت بقراءة كتابي المفضل في السيارة. We arrived very late وصلنا متأخر جدا but it is a beautiful place ولكن الجو مكان رائع اللي هو مكان سيوة. We planned خططنا to look around. Look around يعني يتجول. الواحد لما تقولك I want to look around the city أتجول حول إيه المدينة مثلا. But we stayed in the hotel. ولكن احنا أقمنا في الفندق because we were all very tired. لأن احنا كلنا كنا إيه تعبانين. I think أنا أعتقد tomorrow will be very interesting. غدا سوف يكون يوما مدهشا. طبعا الكلام ده page 43 صفحة 43. طيب نيجي لجزئية مهمة general notes on reading and listening. الحاجات دي مهمة جدا. خلي بالك عندي كلمة remember وكلمة remind. طبعا الكلام ده page 44. remember يتذكر من تلقاء نفسه. remind يذكر. يتذكر ويذكر. لما اقول لك I remember مثلا what do you remember about your weekend يعني انت بتفتكر ايه عن الاجازة بتاعتك. انت بتفتكر يتذكر من تلقاء نفسه. لكن كلمة remind يعني مثلا لما اقول لك I remind you of كذا مثلا يبقى my mom reminded me of my homework. ماما فكرتني ان انا اعمل الواجب يعني. يبقى يذكر يذكر شخص لكن يتذكر يتذكر من تلقاء نفسه. طبعا دي نمبر 1. عندي نمبر 2 trouble with traffic. طبعا عندنا trouble very bad فظيع او سيء. خلي بالك عندي توقع had a terrible accident. لما اقول لك terrible هي very bad اللي هي فظيع او سيء. اما الترافيك ترافيك اللي هي ايه wonderful. wonderful يعني رائع يعني حاجه كويسه. اقول لك ده انت فظيع ده انت حاجه وهم يعني مش عارف ايه. خلي بالك يبقى هنا wonderful. مستر ايمن ديد ترافيك ايه ترافيك جوب يعني ادى اداء او وظيفه ايه بشكل ايه رائع. عندي نمبر 3 ودي مهمه جدا. عندي سو بيجي بعدها صفة أو ظرف بتساوي very يعني I was so tired yesterday بتساوي كأنها دي يعني I was very tired yesterday. تمام. عندي خلي بالك جزئية so هنا so يعني لذلك. خلي بالك كلمات الربط لازم على الأقل تكون عارف معناها باللغة العربية. عندي so بيجي قبلها جملة بسببية وبعدها نتيجة. لما أقولك I was very tired so I went to bed يعني انا كنت تعبان جدا علشان كده لذلك انا ايه انا رحت ايه انام او اروح السرير يعني هو انام. طبعا I went to bed يعني طبعا عكس قاعدة so because. ولكن لازم ابدل الجملتين. ممكن اقول لك I went to bed because I was very tired يعني انا نمت لان انا كنت تعبان. ولكن لما تحط so في المنتصف لو so خلي بالك هنا so يجي قبلها جملة فيها سبب واللي بعدها جملة ايه فيها ايه نتيجة. تمام. عندي جزئيه ثانيه try طبعا ممكن في try to زائد infinitive. طبعا الكلام ده page 44. عندي مثلا try بس بيحاول بكل جهده يعني I tried to my math homework اللي احنا الجزئيه اللي قرنيها من شويه. I tried to solve the problem حاولت ان انا ايه احل المشكله دي. لكن لما اقول لك try بعدها الانفينيتيف بلس ان جي او noun يجرب أو لكي يرى شيئا يعني بقول لك جرب إنك تعمل كذا. try studying in the early morning it will be useful يعني جرب إنك تذاكر الصبح بدري كده شوف الدنيا تمشي معك إزاي it will be useful. try fish for lunch ممكن جرب ما تجرب تاكل سمك في الغداء كده يبقى حاجة جميلة قوي it's good for you. يبقى خلي بالك try زائد فعل try to زائد المصدر يحاول إنه يعمل كذا. تمام. لكن try يجي بعدها الجرند الverb plus ng يجرب علشان تشوف يحصل ايه. قد ممكن تيجي بعدها الverb plus ng اللي بنسويه من الجرند او ايه noun زي جملتين دول. عندي important expressions and prepositions. الجزئية دي مهمة جدا. كل ما يقابلك preposition او expression حط تحتيه خط. عندك remember about طبعا ده حرف جر هو and remember about يتذكر شيء عن. عندي do math homework خلي بالك ما تلخبطش بين do و make.
الواجبات المنزليه والاكتيفيتيز بتبقى دو ماث هوم ورك. بعد كده جيف ا ريزن فور، يعني يعطي سببا او مبررا ليه، طبعا برضو حرف جر فور. عندي هاف اي باربيكيو، يقيم حفل شواء في الهواء الطلق. خلي بالك هاف كل الحاجات دي هتيجي تدريبات بعد شويه عشان افكرك. عندي تيك ا سيلفي، يلتقط صوره بالكاميرا الاماميه، دي طبعا دي عارفينها من زمان. عندي بلان تو، يخطط ل، وتيجي بعدها فعل في ايه؟ المصدر. طبعا الكلام ده بيج 44. نكمل الجزئيه دي بيج 45 صفحه 45. عندي لوك اراوند يعني يتجول، خلي بالك اراوند كلمه واحده، لوك اراوند، لوك اراوند يعني يتجول. عندي جو اون هوليداي يعني يذهب في اجازه، طبعا استخدام حرف البريبوزيشن اون. عندي ستوب وركينج يعني يتوقف العمل، زي مثلا ايه يعني مثلا ماي كمبيوتر ستوبت وركينج، يعني وقف يعني تعطل عن العمل او شغل. عندي ستي اون ذا بيتش يعني يبقى او يمكث على الشاطئ، خلي بالك من البريبوزيشنز حروف جر. عندك جيت ان يعني يدخل مثلا في سياره، يركب العربيه يعني. طيب ما تيجي نحل الاكسرسايز اون فوكابلر، طبعا مجموعه من الكلمات، وبعد كده ناخد نكمل الفيديو ونحل تدريبات اخرى. انا معاك لغايه ما نخلص جميع التدريبات الخاصه بالدرسين الخامس والسادس. Choose the correct answer from A, B, C, or D. عندي نمبر 1، Let's go to the space to watch the play. هنا the play يعني مسرحيه. عندي سينما، عندي زو، عندي بارك، عندي ايه؟ عندي ثياتر. طبعا عشان تشوف مسرحيه يبقى هنا ايه؟ to the theater. ثياتر يعني ايه؟ مسرح. عندي نمبر 2، ماي ماذر بوت سبيس اون فود تو ميك ات تيستي، يعني ماما حطت ايه على الاكل علشان تو ميك ات تيست، تخلي له مذاق كويس. عندي بيبرز فلفل، عندي بيبرز اوراق، عندي اورنجز برتقال، عندي بانانز، طبعا هنا بيبرز، بيبرز يعني فلفل. نمبر 3، هيز هيد از فول اوف جود سبيس اباوت لايف، يعني عايز اقول لك دماغه دي مليانه بحاجات كده ايه جود كده، ثوتس افكار، ستونز احجار، ايز عيون، عندي بوكس كتب. طبعا هنا هيز هيد از فول اوف جود ثوتس، افكار جيده او افكار جميله اباوت ايه؟ اباوت لايف، عن الحياه. الكلام ده موجود بيج 45 كتابي المعاصر. مكملين الجزئيه برضو اللي بيج 45. عندي نمبر 4، وات سبيس of person was Robinson Crusoe clever. خلي بالك انا عايز اقول لك نوعيه روبنسون كروسو كانت ايه؟ kind, time, age, size. طبعا كل ده لا، خلي بالك علشان تحل الاسئله دي صح لازم تكون عارف معاني الكلمات بشكل جيد. هنا what kind، ما نوع، ما نوع اللي احنا قلناها، لان ممكن kind تيجي بعدها صفه اللي هي عطوف او لطيف، لكن هنا ما نوع. نمبر 5، ماي ليتل براذر سبيس مي اب ات 5 ام، يعني اخويا الصغير اكيد صحاني الصبح الساعه 5، دروف جيف بلايد ووك، ووك مي اب، ووك مي اب يعني ايه؟ لما اقول لك ويك اب اصحى. عند نمبر 6، اي ريد، خلي بالك ان ريد اقول لك ليه، اقرا الاخر واقول لك ليه. اي ريد اي بوك باي ماي فيفرت سبيس لاست ويك، خلي بالك الجمله دي ماضي، انا عايز اقول لك انا قرات كتابا باي my favorite reader leader writer lighter، طبعا lighter لا الولاعة، عندك reader قارئ، عندك leader يعني دي قارئ ودي قائد، عندي writer يعني كاتب. نرجع اقول لك انا ليه انا قلت دي red، خلي بالك هنا red لان هنا دي فعل ماضي، الفعل الماضي ايه الدليل ان فعل ماضي؟ عشان كلمة last week الاسبوع ايه؟ الاسبوع الماضي. كلمة read يعني يقرأ، كلمة ريد الماضي، ريد التصريف الثالث، خلي بالك نطقها ريد ولكن نفس ايه الحروف. عندي نمبر 7، هاو واز ذا ويك اند؟ ات واز سبيس جريت، خلي بالك انا عايز اقول لك كانت حقا رائعه. عندي افيو، عندي ليتل، عندي ريلي، عندي ميني، طبعا ميني لا، طبعا جزئيه الاكسبريشنز احنا خدناها هنا، ات واز ريلي جريت يعني كانت ايه حقا ايه رائعه. عندي نمبر 8، we couldn't go out yesterday because it was، ما قدرناش نخرج بره امبارح because it was ايه؟ اكيد علشان انت ما خرجتش يبقى اكيد كان الجو مش كويس، او كان طبعا فاني لا، لان لو فاني كنت خرجت، لو كان جود كنت خرجت، لو كان نايس كنت خرجت، يبقى اكيد it was ايه؟ windy. windy يعني جو عاصف، يبقى الجو عاصف مش عاطف. نمبر 9، ايمن has a lot of space he wants to be a doctor، يعني عنده أمال كثيرة، خلي بالك hopes problems bags hot babies، طبعا babies لا bags، امشي بطريقة الاستبعاد، ايه اللي انا مش هاخده هنا؟ اكيد babies
اكيد باجز حقائب اكيد بروبلمز لو عنده مشاكل كتير. هنا he wants to be a doctor. ايمن has a lot of hopes لديه امال كثيره. عندي نمبر 10 my laptop stopped space so I lost all my work. طبعا دي احنا لسه قلناها ان هو اللابتوب توقف العمل living working dying trying. هنا my laptop stopped working توقف عن العمل. عندي نمبر 11 we planned to ياتي بعدها فعل في المصدر. خلي بالك كلهم مصادر يا مستر ليه كده. we planned to space a barbecue in the afternoon do have work open. طبعا انا قلتها مرتين خلي بالك اثناء الشرح. طبعا open لا or do or work. طبعا عندنا ايه عندنا have. we planned to have a barbecue in the afternoon. طب الكلام ده page 45 كتابي المعاصر. ننتقل لبيج 46 صفحة 46 speaking corner. طبعا دي حاجة مهمة الحاجة دي بتفيدك في الديالوج. عندي asking and responding to past events السؤال والرد على أحداث ماضية. خلي بالك أنا بسألك في الماضي تجاوب في الماضي مش أسألك في المضارع تجاوب في الماضي أو العكس. how was your weekend. طب انت عطلة نهاية الأسبوع كان شكلها ايه بالنسبة لك. أكيد كانت كويسة وحشة بقى على حسب. it was great or fantastic كانت رائعة عشان بيستخدمها في الديالوج. ممكن اقول it was really interesting كانت حقا ممتعة وهكذا. عندي what was the food like الاكل كان ايه كان ظروفه ايه كيف كان الطعام. كان it was ok خلي بالك ايه ايه تعود على الايه على ايه الفود. ممكن it was really or very good كان حقا جدا جيدا وهكذا. هنا عندك او كانت على مرام سوري الجزئية دي خاصة بالايه بالويك اند اللي هي الجزئية دي. عندك الجزئية التانية هنا اللي هي what was the food like it was terrible it was terrible. طالما قلت لك terrible يعني كان سيئا ايه جدا كان سيئا ايه جدا or it was a it was really bad كان حقا سيئا ما فيش مشكلة على حسب ايه الopinion ايه بتاعتك. عندك page 46 صفحة 46 عندي remember تذكر. خلي بالك عندك because وعندك although لازم كلمات الربط على الاقل لازم يكون عارف معناها باللغة العربية. كلمة because يعني لأن كلمة although يعني مع ذلك أو بالرغم من. خلي بالك موكنهم إيه في الجملة. إحنا خلي بالك بيقولك we use because to give a reason for something يعني أنت بتستخدم because عشان تعطي سبب أو مبرر لكذا تمام كده. أما although تعطي التناقض. خلي بالك هتاخد القواعد دي بالتفصيل بعد كده للتعبير عن التناقض. يعني هنشوف جملة هنا أو جملة هنا أو جملتين. his ship sank because there was a terrible storm يعني السفينة غرقت. خلي بالك because لأن هناك كان سببا. السبب ايه هو there was a terrible storm كانت هناك عاصفة شديدة. عندي it was great because I went to the bowling alley كان الجو ايه جو رائع. great because I it was great because I went to the bowling alley. طبعا because يأتي بعدها السبب اللي قبلها ايه النتيجة. عندي although يعني على الرغم من. although I was very hungry I didn't want to eat another dead fish. خلي بالك دي في جزئية روبنسون كروسو اللي كان الفيديو اللي فات اللي احنا متابعنا. the pizza was really good although it was cheap. خلي بالك البيتزا كانت كويسة جدا although على الرغم منها رخيصة. خلي بالك مش كل حاجة رخيصة تبقى مش لازم عشان رخيصة تبقى وحشة. لا ممكن اقول لك the pizza was really good كانت كويسة جدا although على الرغم it was a it was cheap. نيجي للجزئية بعد كده listening الحل بداية حل التدريبات. عندي general exercise on lessons 5 and 6. خلي بالك هنا هو اول حاجة جزء الاستماع اللي هو خاص بالتدريبات دي. طبعا جزء الاستماع ده موجود page 327 صفحة 327. طبعا جزء listening انت مش بيجيلك مش هيجيلك في شهر مارس جزئية listening او اجزاء كثيرة. انت طبعا بتعتمد على جزئية الاسئلة اللي بتبقى تشوز 6 جمل 3 جرامر و 3 كلمات. وخلي بالك ولكن انا هحل معاك كل حاجة ولكن جزء listening ده انا اعتبره طبعا ده سهل ان حد يمله لك او حد يقراه لك هتلاقي الاجابات كالتالي بدل ما كنت اكتبهم في صندوق الوصف زي ما اتفقنا قبل كده. هنا number one who drove you to the park هتلاقي الاجابة ايه my father. طبعا الجزئية دي ارجع لبيج 327 صفحة 327 هتلاقي الجزئية دي. عندي number two when did you go to the park on اليوم اللي انت went to the park الكلام ده من جزء listening هتبقى ايه on Saturday.
بعد كده نمبر 3، ماي فاذر توك سبيس تو جو 2 كيلومترز. طبعا خلي بالك كده، وخد وقت قد ايه تو جو 2 كيلومترز؟ عندي 3 اورز 2 اورز 5 اورز عندي ان اور. طبعا ان اور هنا برضو على حسب جزء الليسنج خلي بالك. نمبر 4، ات واز سبيس بيكوز ذير وير سو ميني كارز. كان ايه ات واز سبيس بيكوز ذير وير سو ميني كارز؟ اكيد كانت ايه هنا ات واز اي ترابل. طبعا ده على حسب جزء الليسنج، وده الموجود في بيج 49 صفحه 49. طبعا برضو مش هيجي لك في جزئيه مارس او امتحان مارس اللي هو كومبليت ذا فولوينج دايلوج، ومع ذلك انا هحله معاك برضو. انا عاوز افيدك، عايز اطلعك يعني، انسى قصه الامتحان الست جمل دي، انا عاوزك تفهم لغه انجليزيه وعايزك تطلع باقصى استفاده ممكنه من التدريبات، بدليل انا بحل لك كل التدريبات معاك. طبعا التيست خليه عليك واجب بقى يعني، مش معقوله كل حاجه يعني. عندك نمبر 2، كومبليت ذا فولوينج دايلوج. عندي منى از اسكينج دينا اباوت ميوزك. طبعا الكلام ده حلينا منه كتير في الترم الاول، وحلينا 15 نموذج امتحان وحاجات كتير، كل الحاجات دي كان فيها الدايلوج. طبعا دايلوج تقراه كله كاملا وتشوف الدنيا ماشيه ازاي، مين بيكلم مين فين ليه القصه دي، ولكن احنا هنحله لحد ما بسرعه شويه لان ده مش شرح منفصل. عندك منى از اسكينج دينا اباوت ميوزك. مينا منى بتسال دينا عن الموسيقى. منى بتقول دو يو لايك كلاسيكال ميوزك. طبعا دينا بتقولها يس اي دو اتس. طالما انت حاجه بتحبها او هي حاجه بتحبيها اكيد هتقولها يس اي يس يس اي دو اتس فانتاستيك. انت عايز تقول اتس جود اتس يعني اتس نايس وهكذا، اي صفه تعجبك ممكن تكون صفه ايه كويس. عندي منى وين ديد يو جو تو ذا كونسرت. رحت الكونسرت امتى؟ خلي بالك طالما هنا السؤال في الماضي البسيط وين ديد يو جو، خلي بالك وين ديد يو جو اكيد الفعل هنا يكون في الماضي عشان السؤال في الماضي، يبقى اكيد انت عرفتها. قول كده. ايوه صح كده، اي ونت، اي ونت تو ذا كونسرت لاست لاست يير. بعد كده هنا ديد يو سبيس اي تيكت فور ذا كونسرت. طبعا هنا يس اوف كورس اكيد. طب انت اشتريت تذكره؟ خلي بالك هنا السؤال بهل. الفيديو السابق اللي ده مباشره كالجزئيه الخاصه بتكوين السؤال بهل ديد يو، ولازم اجيب فعل في المصدر يناسب. هل انت ايه تيكت فور ذا كونسرت؟ اكيد. هل ديد يو باي اي تيكت فور ذا كونسرت؟ ديد يو باي اي تيكت فور ذا كونسرت؟ طبعا دينا بتقول لها يس اوف كورس. منى هتسالها سؤال space went with you، مين راح معاكي؟ my father and mother. اكيد هتسالها مين السؤال بهل، يبقى هو سوري هو يعني ايه، هو يعني من، هو يعني من، رحت مع مين؟ my father and my mother. منى بتسالها did you enjoy it، did you enjoy it. طالما انا سالت بديد اجاوب بديد، خلي بالك اسال بدو اجاوب بدو، وصح صح كده معايا. did you enjoy it؟ yes i did، yes i did. وان ما كانش وان كان مش هيجي فيها من الاسئله في امتحان مارس، وبرضو انا عاوز افيدك وتحل جميع التدريبات. عندي نمبر 3، تشوز ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. هي از اي اور ان سبيس مان سو لذلك اول بيبل لايك هيم. طالما كل الناس بتحبه ديفيكولت ليزي انتليجنت كايند، طالما هنا الناس كلها بتحبه خلي بالك يبقى از ايه، هي از ا كايند مان، كايند يعني لطيف يعني. So all people like a like him. طبعا عندي difficult عندي lazy عندي there is لا. عندي بعد كده طبعا الكلام ده page 49. عندي page 50. As it was space we couldn't stay on the beach. ما قدرتش تقعد على البيتش ونستنى funny windy holiday nice. يبقى أكيد nice و funny لأ. holiday لأ برضو. هنا windy جو عاصف. بالرغم as هنا هنا as a because يعني. عندي نمبر 3، I space tomorrow will be better a better day. يعني اتمنى ان بكره يكون يعني افضل. hate اكره، hope يامل، اتمنى، enjoy يعني يستمتع به، عندي give يعني يعطي، or hate طبعا hate يعني يكره هنا، I hope، hope يعني ايه يامل. نمبر 4، space oil is used in some meals. خلي بالك احنا قلنا زيت الزيتون اسمه ايه، عندك olive oil، عندي lemon oil، عندي orange oil، عندي apple oil. طبعا اوليف اويل يعني زيت الزيتون. عندي نمبر 5، yesterday we watched the show at the. احنا شفنا العرض ايه فين بقى هنا. عندي yesterday we watched the show at the theater stadium concert. عندي ايه aquarium. aquarium طبعا كانت الكلمه الاولى في الفيديو الاولاني. طبعا هنا at the ايه at the theater.
بعد كده نمبر 6 وي سبيس ان ذا هوتيل بيكوز وي وير اول فيري تايرد. اكيد احنا قعدنا في فندق بقى لان احنا كنا كلنا تعبانين. توك ستيد ثوت روت. هنا ايه وي ستيد؟ ستيد يعني مكثنا او بقينا. عندي نمبر 7. طب الكلام ده خلي بالك بيج 50 الرقم 50 ده رقم صفحه المعاصر. بليز سبيس مي اوف ذا نيكست ميتنج. فكرني فكرني بالاجتماع اللي جاي. ريممبر لا لان يتذكر من تلقاء نفسه احنا قلناها من شويه. ريمايند عندك مايند يور مان عندك مند يصلح او زي ريبير ريبير. طبعا هنا بليز ريمايند مي اوف ذا نيكست اي ميتنج. ريممبر مي سوري ريمايند مي فكرني بالاجتماع الايه اللي جاي. نكمل مع بعض بيج بيج 50 صفحه 50 كتاب المعاصر. عندي نمبر 8 ذا بيتزا واز ريلي جود سبيس ات واز اكسبنسيف. طبعا دي برضو خدنا زي من شويه اللي كانت اولذو وبيكوز. عندي هنا اولذو ات واز اكسبنسيف. عندي نمبر 9 اي سبيس تو ماي انكلز فارم لاست ويك. خلي بالك طالما فيها سوري لاست فرايداي الجمعه الماضيه. طبعا طالما هنا last Friday يبقى لازم past simple. عندي go went I'm going will go. طبعا كل ده مش ماضي خالص. يبقى عندك I went to my uncle's farm last last Friday. عندي بعد كده number 10 it space an hour to go to school yesterday. it takes it took taking it take. خلي بالك طالما قلت yesterday يبقى لازم تبقى بال past simple tense. طبعا عندك تيك لا عندك تيكينج لان في ان جي ودي بريزنت ودي عندك تيكس هنا فيها اس يبقى الاجابه الصحيحه هي توك. خلي بالك توك ذا باست اوف اي تيك. نيجي بعد كده برضو مش هيجي لك في يعني لغايه دلوقتي مواصفات الامتحان ما بيش هيجي لك ريد اند كوركت ذا اندرلاين ووردز لكن برضو مستر وجدي هيحلها معاك. عندي نمبر 1 هنا طبعا السؤال بيقول لك ريد اند كوركت ذا اندرلاين ووردز يعني اقرا وفي كلمه محطوطه تحتها خط هي خطا وصححها. قد تكون طبعا هي دي جرامر. عندي نمبر 1 هاو از يور لاست ويكند. طالما ازاي منين لاست لاست يعني ماضي ما ينفعش از. طالما هاو از يبقى هنا ايه طالما الاجابه او السؤال في الماضي يبقى هاو واز. هاو واز يور لاست ويكند العنوان اصلا الوحده اصلا اسمها هاو واز يور ويكند. هاو واز يور ويكند. عندك نمبر 2 هاف يو get a new school bag. لديك school bag شنطة تحقيق المدرسة. طبعا have you got مفيش حاجة اسمها have you got خالص اسمها have you got. have you got a new school bag. بعد كده عندي tomorrow was very hot. tomorrow was very hot ايه هو اللي كان was very hot. طالما قالك was يبقى مش هينفع ان انا اقول tomorrow. خلي بالك tomorrow ده مستقبل. tomorrow ايه مستقبل. انا اختار حاجة تناسب الماضي اكتر. عندي ممكن اقول يسترداي. خلي بالك واحد يسالني اشمعنى يسترداي اقول لك دي دليل الماضي. ممكن اكتب حاجه ثانيه يا مستر وجدي اقول ممكن. ممكن تقول لاست لاست ويك مفيش مشكله طالما جزئيه في الماضي يبقى ايه صح. هنا عشان هي كلمه واحده ممكن اكتب ايه يسترداي. بعد كده عندي نمبر 4 اي لاست جو تو ذا كونسرت ان 2010. خلي بالك طالما هنا في لاست وفي سنه سابقه ومنتهيه وعندي كلمه لاست يبقى استحاله جو تبقى بهذا الشكل. اكيد انت عرفت حل دي. اكيد انت هتقول لي بدل جو هتبقى ايه هتبقى went. يبقى I last went to the concert in 2010. انتهينا كده حبايبي من شرح الوحده السابعه كاملا الدرسين الخامس والسادس والتو فيديوز اللي قبل ده مباشره كان فيديو خاص بالدرسين الاول والثاني وثم الثالث والرابع. ألتقي بكم في فيديو جديد إن شاء الله في الوحدة الثامنة. With my best wishes Mr. وجدي نبيل.